دمشق وريفها تواصل الفعاليات والهيئات الحزبية رعاية شؤون أسر الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل من البشر. والأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان يشدد خلال احتفالية أقامها في رعاة دمشق وريفها للحزب لتكريم ذوي الشهداء في المحافظتين على أن صمود الشعب السوري وتمسكه بالقرار الوطني المستقل كان مضرب الأمثال في التضحية والفداء. في حضرة الشهادة تعجز الكلمات ليعلو نشيد العلم العربي السوري مع قيمة الشهادة فوق كل المفاهيم والقيم، فأي تكريم أو خطاب لا يفي الشهيد حقه، وهو الذي قدم أغلى ما يملك في سبيل عزة الوطن. لكن لأنهم الغائبون الحاضرون في ذاكرة التاريخ والوطن، يواظب السوريون على امتداد الوطن استذكارهم والمساهمة في رعاية ذويهم كعربون تقدير وامتنان لتضحياتهم. هذا ما أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان خلال احتفالية أقامها في رعاة دمشق وريفها لحزب البعث لتكريم ذوي الشهداء في المحافظتين، لافتا إلى جهزية واستعداد الحزب الدائم وتأهبه لمساعدة ذوي الشهداء في المحافظات كافة وتأمين احتياجاتهم، مضيفا أن أبناء هذا الوطن أبوا أن يدنس فهبوا دفاعا عن استقلاله، لأن سوريا لن تكون إلا واحدة أرضا وشعبا وتاريخها يشهد لها بذلك. نقول لإخوة الشهداء وأبناء الشهداء ووالدي الشهداء وأمهات الشهداء هنيئا لكم بفخركم وعزتكم وأنكم قدمتم أكثر ما تملكون فداء لهذا الوطن. تكالبت علينا قوى الشر من كل حدب وصوب لإخضاع إرادتنا ولاحتلال بلادنا، فكان الرجال الرجال، الأبطال الأبطال، الذين دافعوا عن تراب هذا الوطن وعزته وكرامته أمام كل قوى البغي والعدوان. ذوو الشهداء أكدوا أن محاولات استهداف سوريا من الداخل بواسطة العملاء والمجموعات الإرهابية المسلحة التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين والعسكريين باءت بالفشل أمام تضحيات أبنائنا ووحدة الشعب السوري ووقوفه صفا واحدا ودعمه لجيشه العقائدي الباسل.